أحييكم من جديد. أعلنت مصادر عسكرية يمنية سيطرة القوات الموالية للشرعية على جبلين استراتيجيين ومطار عسكري في بلدة كتاف من محافظة صعدة، وهي معقل الحوثيين الرئيس بعد معارك مع الحوثيين. وذكر المصدر أن طيران التحالف العربي دمر أسلحة ومعدات للانقلابيين في البقع وعلى مشارف بلدة كتاف، وكبد المتمردين خسائر بشرية فادحة، كما استمرت المواجهات بين القوات الشرعية والمتمردين في منطقة كتاف بمحافظة صعدة عقب سيطرة القوات الشرعية الجمعة على مهبط للمروحيات العسكرية وبعض المرتفعات الجبلية في المنطقة. معي من عدن العميد عبد الخالق صبيحي، الخبير العسكري والاستراتيجي. مساء الخير، اهلا بك معنا. بدايه، هل ممكن ان نعرف تفاصيل من خلال المعارك التي تمت والمنطقه وجغرافيتها وخصوصا بعض المناطق، باهميه هذه الجبال التي نتحدث عنها اليوم استعادت شرعيه سيطر عليها بمحافظه صعده بلده كتاف تحديدا؟ الجيش الوطني والمقاومة خاضت كثير من المعارك والانتصارات في هذه الأيام القليلة الماضية. فالجيش الآن على في كتاف، في مشارف كتاف، فالدخول إلى منطقة كتاف رغم صعوبة هذه المنطقة والطغام الذي جراه الانقلابيين الكثيرة في هذه المنطقة، لكن اعتقد انه الخبره العسكريه والتغطيه الجويه من التحالف سيدق الحقول الهندسيه هذه الالغام والالغام ارض العشوائيه اللي يدعون الانقلابيين، فمن خلال سيطرتهم الان على كتاب سينتقلون الى مناطق الى مران وكذا، ومتجهين الى صعده. دخولهم الى صعده يعتبر، نعم، ماذا يعتبر دخول لصعده؟ يتقطع الصوت او انقطع الاتصال. على اي حال، انا اشكرك من عدن العميد عبد الخالق صبيحي، الخبير العسكري والاستراتيجي.